السلام عليكم يا سنه اولى، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسجل باذن الله فيديو المراجعه الخاصه بمحاضره الديزيزز اوف بلوره. المحاضره سهله باذن الله، ما تاخدش وقت خالص في مراجعتها. بسم الله ما تنساش تقرا الدعاء دوت. احنا اتكلمنا يا عم، قلت لك ان عندي البلوره عباره عن طبقتين، عباره عن الفيسرال والبارايتال لير، وان ما بينهم البلوره الكافيتي. والبلوره الكافيتي ده هو اللي هيحصل فيه يا اما انفلاميشن يا اما افيوجن، على حسب الحاجه ايه، على حسب الحاجه اللي موجوده عندي. تمام. قلت لك ان الطبيعي اصلا ان البلوره بتبقى ايه، بتبقى غشاء بيحوط اللنج، بيبقى سن وبيبقى ترانسبيرنت، بيبقى شفاف جدا، ولكن نتيجه الفايبروزس او الانفلاميشن اللي عمال يحصل فيها لا ان هو بقى ثيك وضل اوبيك، بلس ان ممكن يحصل فيه هيلينج فايبروزس. فالفايبروزس ده بيخليه ايه، بيخليه جريش وايت و فيرم في كونسستنسي وسك والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها، بلس برده ان هو ممكن يبقى سموث. تمام. اول نوع هنتكلم عنه من الانفلاميشن حاجه اسمها سيرو فايبرنس بلوريسي. من اسمها سيرو يعني عباره عن جزء هيبقى فيه سيروس فلويد، وفايبرس يبقى عندي فايبرن ثريدز، او عندي فايبرس ايه، فايبرس فورميشن، هيبقى عندي فايبرس ايه هيتكون. تمام. سببه ايه؟ سببه اي اكوزيتيف اورجانيزم مثلا زي النيموكوكاي، ستريبتوكوكاي، ستافيلوكوكاي والتي بي. الروت اوف انفكشن ازاي هيوصل للبلوره بتاعتي؟ والله هو ممكن يوصل بطريقتين، يا اما طريقه دايركت يا اما طريقه اندايركت. دايركت يعني حاجه حصلت في البلوره على طول، او اندايركت حاجه جات لها من بعيد، مثلا زي السبتيسيميا، ان انا بيبقى عندي انفكشن عباره عن بكتيريا موجوده في البلد، فالبكتيريا دي بتفضل تمشي لحد ما توصل ايه، لحد ما توصل للبلوره بتاعتي. او عندي مثلا دايركت سبريد من اي سيبتك فوكس كانت موجوده في اللنج مثلا، فالسيبتك فوكس دي سببها اي حاجه، ممكن نيموكوكاي، ممكن ابسس، ممكن برونكيتيزس، او عندي مثلا واند انت جرحت بحاجه، او التي بي، او ايه، او كولاجين ديزيز زي ايه، زي الروماتيك فيفر. الجروس بيكتشر بتاعه انا هلاقي ان انا عندي انفلاميشن موجود في الطبقتين بتوع البلوره اللي هم الفيسرال والبرايتال لاير. الانفلاميشن ده بيبقى عباره عن ايه، بيبقى عباره عن فازو دايليتيشن، عندي كونجستد كابيلاري، عندي دايليتد بلاد فيسلز، كل الاعراض اللي احنا عارفينها، عندي الانفلاميشن وعندي برده ايزينوفيل ونيوتروفيل. فبالتالي عندي الفيسرال والبرايتال لاير هيبقى ما بينهم ايه، هيبقى ما بينهم انفكشن ما بين الطبقتين دولت، فبيعمل لي حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها بريدند باتر ابييرنس، ودي اهم كلمه موجوده هنا. لكن السيرو فايبرس بلوريسي ان الاثنين بيبقوا ثيك واوبيك وجري شويه زي ما احنا اتكلمنا، وان انا عندي زياده في السيروس فلويد زي من اسمها اللي هو افيوجن. تمام. وبيحصل سيباريشن وايه، وشاجي بريدنت باتر ابييرنس. انما تحت الميكروسكوب لا، بلاقي ان هي بقى فيها ايزيما واكيوت انفلاماتوري سيل، وهي اعراض الانفلاميشن اللي احنا تعودنا عليها، بلس ان هي ممكن تهيل بفايبروزس ويحصل ايه، ويحصل ادهيجنز. الامبيومي عباره عن ايه، عباره عن برده من ضمن الانفلاميشن ان ممكن يحصل كومبليكيشن، ان البلوره الكافيتي اللي موجود دوت يتكون فيه بص، فالبص ده اللي اتكون هو ايه، هو اللي يعمل الامبيوميا. يبقى الامبيوميا عباره عن ايه، عباره عن سبيوراتيف انفلاميشن اللي هو صديد موجود فيه، موجود فيه البلوره. سببه ايه، زي الفايبرنس بلوريسي بالظبط. الباثولوجي بتاعه بيقول لك ان انت بيبقى عندك البص بيملى ايه، بيملى البلوره الساك كله، او ممكن يبقى لوكالايزد عادي، ولكن ان البلوره ولكن البلوره بتاعتي هتبقى ثيك وضل اوبيك زي ما احنا متعودين. تمام. وبرده بيبقى فيها فايبرس ادهيجن. بيقول لك ان اللنج ممكن يحصل فيها من كتر الفايبروزس ومن كتر الانفكشن والبص اللي موجود فيها، يحصل فيها حاجه اسمها كولابس. فالكولابس اللي بيتكون دوت يخلي اللنج ايه، يخلي اللنج فقدت شكلها اللي احنا متعود عليه. ده مثلا البص اللي موجود عندي، ودي ايه، ودي اللنج حصل فيها كولابس. تمام. بيقول لك ان هو بيبقى برده انا نتيجه الكرونيك انفكشن مثلا، انا بيبقى عندي البص اللي موجود دوت بيتقسم في شكل بوكتس. والبوكتس دي مهمه برده، ان هي ايه، بيبقى عندي بوكتس كتيره، يعني دي فيها بص ودي فيها بص فيها بص، بس نتيجه الكرونيك انفكشن تحاول ان هي ايه، تفصل بعضها شويه، يعني بتاخد حتت معينه متفرقه. ايه تاني بقى الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل نتيجه الامبيوميا؟ هي حاجات كلها انت ممكن تستنتجها، يعني مثلا انت عندك بص موجود، فاكيد ممكن يتنقل مثلا في الدم، او عن طريق بلود فيسل، او عن طريق اي حاجه، يحصل سبريد انفكشن. تمام. الانفكشن ممكن تسبريد ولا حاجه اسمها بايميا، اللي هو عباره عن ايه، عباره عن بص موجود فيه البلد، ممكن يتنقل اي حاجه زي البرين والسباين كورد، او اي فايتال اورجانز تاني اثر عليه. ممكن برده ان هو يهيل بفايبروزس. الفايبروزس ممكن يبقى في البلوره نفسها، او في الحاجات اللي حوالينها زي البريكارديوم اللي بيحوط القلب، او الميديا ستاينم، او يخش على البون، يعمل انفلاميشن في البون، حاجه اسمها اوسيو مايلايتس. او ممكن هو نتيجه حاجه كرونيك يحصل عندي ترسيب لماده اسمها امايلويد بروتين في البارانكيماتس اورجان زي الليفر والسبلين والكيدني. الهيدروثوراكس من اسمها عباره عن ايه، عباره عن فلويد موجود في البلوره الكافيتي، ولكن الفلويد ده لازم تاكد لي على كلمه ان هو ايه، ان هو ترانسيوديت. وقلنا ان الترانسيوديت والاكزوديت، الاكزوديت ده اللي بيتكون في الانفلاميشن انا ماليش دعوه بيه خالص، بيبقى هاي بروتين وهاي سبيسيفيك جرافيتي، ده مش موضوعنا. انما الترانسيوديت بتاعي بيبقى لو بروتين ولو سبيسيفيك جرافيتي، بلس ان هو ايه، بلس ان هو لو في الانفلاماتوري سيل كونتنت. سبب الهيدروثوركس اللي ممكن يجيب ميه مثلا تتكون ويجي لي الاكس راي ما تعرفش تنفذ من خلال اللنج زي الشكل اللي انا شايفاه كده، او عندي الميه اهو. هيقول لك انت بسبب كذا حاجه، ممكن مثلا جزء من الايديما، الايديما دي ممكن تبقى حاجه من الاثنين، ممكن تبقى جنرالايز او ممكن تبقى لوكالايز. امسك في اللوكالايز ايديما،
ولكن هي بتبقى جايه مثلا نتيجه تيومر او اي حاجه، فالتيومر ده بيضغط على وسائل التصريف الخاصه باللنج اللي هم الازايجوس فينوس سوبيرفيناجيفا، فبالتالي الترانسيوديت اللي موجود عندي ما بيحصلوش تصريف، فبالتالي بيحصل زياده في الفلويد دوت اللي هو الانترستيشال فلويد، فبالتالي بيعمل كومبريس عليهم براس من كتر الاستجنيشن اللي عمال يحصل، وان الميه ما بتتحركش من كتر ان مفيش فينوس درينج خالص، ممكن برده يتكون ايه، يتكون جلطات ثرومبوزس. ايه بقى الهيموثوراكس؟ الهيموثوراكس عباره عن بلد موجود فين؟ موجود في البلورال كافيتي. بيقول لك التعريف بتاعه هو اللي عباره عن ايه، عباره عن بلد في البلورال كافيتي. ايه سبب البلد اللي ممكن يخلي البلورال كافيتي يعني يبقى موجود فيه؟ ممكن يبقى لوكالايز او جنرالايز. جنرالايز يعني حاجه حصلت في الجسم كله مش جايه على اللنج بالذات، زي مثلا هايبرتنشن، انت بيبقى عندك الضغط جوه الاوعيه الدمويه كبير جدا، فمن كتر ما انت عمال تضغط على البلد فيسلز ممكن ان هي ترابتشر فتنفجر فيطلع منها ايه، فيطلع منها الدم. او مثلا نقص الفيتامينات اللي هما سي وكي، وقلنا الفيتامين سي ده ليه ميكانيزم كده ان هو يعني بيساعد في عمليه ان الدم يمشي بسيوله جوه الاوعيه الدمويه، والفيتامين كي اصلا مسؤول عن ايه، مسؤول عن جزء من الكلوتينج فاكتورز. تمام. ايه بقى الحاجات اللوكال كوزس اللي ممكن تعمل هيموثوراكس؟ كذا حاجه ممكن يحصل عندي، مثلا تروما، انت مثلا اتخبطت في اللنج فايه فالدم اتكون فيها. تمام. او انت عندك سيفير انفلاميشن، الانفلاميشن بيعمل فازو دايلاتيشن، بيعمل كونجيشن في الكابيلز، فبيحصل عندي زياده ايه، زياده في البلاد كونتنت. او مثلا عندك سرطان اللي هو مالجنانت تيومر في اللنج، طبعا عارفين ان السرطان بيعمل حاجه اسمها نيو فاسكولاريزيشن، فالدم اللي عمال يتكون برده ممكن يساعد ان هو يعمل هيموثوراكس. اخر حاجه ان انت عندك اورتيك انيوريزم، ان هو الاورتا حصل فيه لوكالايز دايلاتيشن في حته معينه، فالدم كتر ما عمال يتجمع هنا ممكن ايه، ممكن يرابتشر والدم يخرج ايه، يخرج منه. ايه الكومبليكيشنز بتاعتها؟ ممكن يحصل عندي طبعا بلد، ممكن البلد ده بيبقى من بيحصل حاجه اسمها دي فايبرينيشن، ان الدي فايبرينيشن معناها ان الفايبرين اللي موجود في اللنج بيفضل ان هو من كتر ما انت عملت تعمل انسبيريشن اكسبيريشن، الفايبر اللي موجود في البلد دوت بينزل تحت خالص، بيعمل ايه، بيعمل كولابس للور لوبس بتاعت اللنج. يبقى واحده مترتب عليها رقم 3 بيقول لك ان هو حاجه اسمها دي فايبرينيشن اهوت، نتيجه ايه، نتيجه الديبوزيشن اوف فايبرين، فبيعمل كولابس في اللور لوبس. وركز على كلمه اللور لوبس دي، ممكن يحصل لك برده فايبروزس عادي زي اي كرونيك كومبليكيشن، او ممكن يحصل اخر حاجه اسمها سكندري انفيكشن امبايميا، نتيجه انت عندك البلد ده حصل فيه ستاجنيشن، البلد ممكن يبقى فيه بكتيريا، ممكن يبقى فيه بسطه او انفيكشن او اي حاجه، فتعمل لي عمليه ايه، عمليه الامبايميا اللي موجوده عندي. بعد كده معانا نيموثوراكس اللي عباره عن ايه، عباره عن اير موجود في البلورال كافيتي. تمام. سببه ايه، ممكن انت عندك مثلا ان قلنا ان انا عندي حاجه اسمها انفيزيما، معناها ان الول اللي موجود ما بين الالفيولاي بيحصل ايه، بيحصل فيه ان هو بيتكسر خالص، فبتتحول ليه بالونه كده مفتوحه، البالونه المنفوخه دي هي حاجه ايه، هي الانفيزيماتوس بولي دي. تمام. فالبولي دي بيحصل لها ايه، بيحصل لها ان هي ترابتشر مره واحده، فلما ترابتشر الهواء اللي موجود فيها بايه، بينتشر في البلورال كافيتي، فيملى السبيس كده زي ما احنا شايفين في الصوره اهو، عمال يضغط ايه، يضغط على السبيس، واللنج نفسها بتبقى ايه، بتبقى ريتراكتد، بتكش على نفسها. او ان احنا مثلا عرفنا ان عندي تي بي، او البص اللي بيتكون في تي بي او الكورونيك ابسس، بيبقى عندك بص كده موجود، وبيبقى عندك كافيتي وعندك بص جواه، البص ده ممكن الشخص يكسبل هيم، ممكن يطردوا، فلما يطردوا يبقى الهواء بس اللي موجود في الكافيتي، فالهواء ده ايه، ممكن يربتشر بسبب اي حاجه، فيحصل عندي ايه برده، النيموثوراكس، وبرده الاكسس نفس الميكانيزم، وافتكر ان هي مع السكندري تي بي. تمام. بلس برده ممكن نتيجه تروما او حادثه او كده. الكومبليكيشنز بتاعتها سهله جدا، بيقول لك ان اللنج ممكن تاخد حيز اكتر من مكانها المفروض ليها، ويحصل حاجه اسمها لنج كولابس، او ايه، او ديسبليسمنت الميدياستاينم، ان اللنج تفضل تضغط على الحاجات اللي حواليها زي الميدياستاينم او الهارت او الدايفرام، بيبقى دايركتد ايه، دايركتد داونورد. معانا بعد كده التيومرز بتاعت البلوره، ممكن برايمري او سكندري. السكندري جايه من حاجه اي، من حاجه بعيده عن البلوره، مثلا جايه من برايمري مالجنانت، سرطان مثلا كان جاي منين، كان جاي في اللنج او البريست، فايه فحصل له ديفيوجن ان هو وصل للبلوره، او برايمري بناين او مالجنانت برده. البي 9 دوت بيبقى حاجه، احنا طبعا عارفين ان الخلايا اللي بتكون البلوره اسمها ايه، اسمها ميزوثيليال سيلز، فالميزوثيليال سيلز دي بيحصل فيها يا اما ورم بي 9 او ورم ايه، او ورم مالجننت، وهنقولهم دلوقتي، ودول اخر حاجه معانا. الورم البي 9 اسمه سوليتري فايبرس تيومر، من اسمه سوليتري يعني حاجه واحده بس، الفايبرس يعني عباره عن جزء فيه فايبرس تيشو، وتيومر يعني ورم. اي حاجه بي 9 عارفين ان هي سلولي جروينج، وان هي جود بروجنوزس، وان هي بتحصل فين هنا، مهم تعرف ان هي بتحصل في الميدل ايج اللي هو رينج 30ات و40ات كده في العمر، وقلنا لك ان هي ايه سلولي جروينج، وايه وبينلس دي مهمه جدا، يعني الشخص مش هيحس بيها. تمام. ممكن يلعب معاك في الام سي كيو، يقول لك هي بينفول ولا بينلس، فدي برده ايه، اكد عليها.
دروس بيكتشر انا هشوف ايه قدامي، هشوف خلايا سوفت وهشوف ان هي بتبقى اتاتشد للبلورال سيرفيس ببيديكلز اللي هي ممكن تبقى بدونكيوريتد ليها رقبه كده، وان هي بتبقى حجمها فاري من سمول تو لارج، وان هي عباره عن ايه، عباره عن دينز فايبرس تيشو وذ اريا ايه وذ اريا اوف سيستيك ديزونيشن. انا لما اجي ابص فيه تحت الميكروسكوب هلاقي سبيسز البيضة اللي قدامي دي، سبيسز البيضة دي هي ايه، هي دي سيستيك ديزونيشن، ودي مهمه والدكتوره اكدت ايه، اكدت عليها. تحت الميكروسكوب بقى انا بشوف ايه، بشوف ان انا عندي برونيفريشن اوف ذا اوف خلايا سبندل في الشيب، لان اي خلايا فايبرس في الدنيا بتبقى عباره عن خلايا شكلها سبندل في الشيب، تمام، وان الباك جراوند بتاعها عباره عن كولاجين، ممكن يبقى جاي من الكرونيك، من الكرونيك ستيميوليشن بتاعها، فبالتالي الكولاجين هو ايه، هو اللون الازرق اللي موجود ايه، اللي موجود في السلايد عندي. اخر حاجه معانا المارجينات ميزوثيليوما، عباره عن ورم ممكن يطلع من البلوره او من البلوره بارايتال اور فيسترال لير، الاثنين صح، تمام. الريسك فاكتورز ان الشخص مثلا في مصنع اتعرض لاسبستوس لمده طويله اللي هو الحرير الصخري، فنتيجة ان هو اتعرض له بيبقى ايه هاي ريسك فاكتور للمارجينات ميزوثيليوما، او ان الشخص برده اتعرض لاسبستوس ومعاه ايه، ومعاه سموكينج. انما عرفنا ان السموكينج لوحده ما يعملش مارجينات ميزوثيليوما، انما يعمل ايه، انما السموكينج لوحده يعمل ايه، يعمل برونكوجينيك كارسينوما. الانسيدنس بتاعه بتحصل فين، بتحصل في الاولد ايج اللي هم الناس الكبار في السن، وتبقى هايلي اجريسيف طبعا، وايه وبور بروجنوزز عليه ما بيخفش منها الا بصعوبه. الكلينيكال بيكتشر الشخص بيجي لي بايه، بيجي لي نتيجه السرطان ده، شيست بين، صدر وجعه، وان هو ديزنيه مخنوق مش عارف ياخد نفسه، بيحصل عنده برضو بالورال افيوجن، ان انت معالجتش السبب التيومر، فالشخص الافيوجن بيزيد معاه وبيرد عليه كل شويه ما بيخفش منه خالص، تمام. سبريد فليب اللي احنا عارفينها، لونج بلوره اللونج والليفر والبون والبرين، وبرضو ممكن ايه، ممكن برضو الهيلر لينف نود. جروس بيكتشر انا بشوف نيديولز، والنيديولز دي بيبقى ايه، بتبقى برضو مالتيبل، وان هي جريش وايت، وان هي ديفيوز لانفيلتريتنج، وان هي سوفت جيلاتينس، جيلاتينس بتبقى طريه جدا نتيجه الهيموروجينوكروزس اللي فيها، وان هي بتبقى ايه برده موجوده في حاجه، موجوده في ديفيوزد ايه سكند بلوره، البلوره بتتخن يعني عشان تحاول تتاقلم مع العوامل اللي عماله تحصل معاها. المورفولوجي بتاعي بيقول لك الخلايا ميزوثيليال سيل بتاخد شكل من ثلاث اشكال، ايبيثيليويد اول نوع معانا اللي هو الخلايا بتبقى شبه الايبيثيليال سيلز شويه، بتبقى اباندنت ايجينفيك سيتوبلازم، السيتوبلازم احمر زي ما احنا شايفين كده، وان هو بيبقى فيه خلايا برومينانت نيوكليوراي، لو ركزت هنا الاقي ان النيوكليس باينه قوي، بلس برضو ايه، بلس ان الخلايا بتبقى كيوبويدال او كولامنر فلات سيلز، ايه وان هي ذا سيلز بتوريني اباندنس اوف سيتوبلازم، انما الساركوماتويد لا، الخلايا بتبقى مور نودولر، وبتبقى خلايا سبندل، وبيبقى فيها ايه، بيبقى فيها هولي ابييرنس، تمام، وان هي بتبقى شبه الفايبروساركوما، ودي السبندل شيب، ودي ايه، ودي الهولي ابييرنس، انما الميكسد لا، بتبقى بايفيزيك، بتبقى عباره عن ميكس من الاثنين، ودي الصوره بتاعتها. انا نسيت اقول بس معلش، في السوليتري، في السوليتري فايبرس تيومر، ان الخلايا هنا بتبقى البراد فيسل بتبقى حاجه اسمها دير هورن، ما تنساهاش الدير هورن دي، اللي هو ايه، اللي هو البراد فيسل بتبقى شبه قرن الغزال بالظبط، ودي الدكتوره قالتها في السكشن مش موجوده، فايه فخلي بالكم منها وبس كده، شكرا.